سعد بن أبي وقاص مرض. متى مرض؟ حج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع من الحج وجاه مرض. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وراح يزوره. أول ما دخل عليه النبي إيش كان يسوي سعد بن أبي وقاص؟ هذا حال مع الأسف كثير من الناس، جاءنا مرض كورونا خاف، جاءت أزمة خاف، والقلق شوفوا الشيطان من وظائف الشيطان إنه يحزن الذين آمنوا، يبغى يشغلك حزن وحزن وهم. ولذلك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني يخافون، فزادوهم رهقا. لا تفتح للشيطان باب إنه يخوفك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض راح النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويزوره. يوم دخل لقاه يقسم الميراث، عنده بنت واحدة، فطلع حقها من الميراث وكان يبغى يطلع جزء من ماله يوصي به. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إنه أصابني ما ترى، أنا مريض، وإني أخرجت حق بنيتي هذه ولا عندي إلا هي، وأنا أريد أن أخرج مالي الباقي، أوصني يا رسول الله. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث. الآن سعد بن أبي وقاص ظن أنه سيموت في تلك اللحظة. أسألكم سؤال، كم تتوقعون عاش سعد بن أبي وقاص بعد هالحادثة؟ 45 سنة، ورزقه الله 17 ولد و12 بنت، 29. يعني كثير مما يتوهمه كثير من الناس لا يحدث ولا يحصل، ومثله ما حدث لجابر رضي الله عنه. جابر زاره النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر، يقول: فكان يغمى علي وأقوم، ويغمى علي وأقوم. قال: حتى جاء النبي فتوضأ، يوم توضأ رشني بماء وضوئه، فضلة الوضوء رشه النبي بها، فقام رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، إني رجل كلالة. الكلالة جاءت في سورة النساء.